الشواقة، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. السعيدة فعاليات الملتقى الدولي لفن الملحون والملحونيات في دورته السابعة، وبطبيعة الحال هذه الدورة اللي كتعرف تميز لا على مستوى البرمجة الفنية ولا على مستوى التنظيم، لا على مستوى الأجهزة التقنية من ناحية الصوت والإنارة، أننا وصلنا لواحد المستوى عالي الحمد لله، وهذا بشهادة كل الفنانين المشاركين لا المغاربة ولا الأجانب اللي حاضرين في هذه الدورة. الدورة عرفت كذلك ندوة علمية واللي كانت كتصب من خلال شعار ديال هذه الدورة اللقاء أو التداخل ما بين فن الملحون وفن الآلة أو الموسيقى الأندلسية المغربية، وكذلك صناع التقليديون صناع الفرجة في فن الملحون. حقيقة اليوم ونحن نعيش اختتام هذه الفعاليات مع الأصوات الجميلة من الجزائر وتونس والمغرب، حضور قوي لأصوات شابة كتعطينا أمل وكتعطينا وكتطمئن المهتمين بهذا الفن التراثي المغربي الأصيل، أن الحمد لله كاين الخلف، كاين أصوات شابة اللي غادي تغني التراث بطريقتها خلاف الطريقة الكلاسيكية اللي حاضرة بطبيعة الحال بقوة، لكن هناك أصوات شابة بحال رضوان الأسمار، بحال سناء مراحتي، بحال فاطمة الزهراء القرطبي، بحال بيان بالعياشي، هادو شباب اللي عطوا دفعة أخرى لهذا الفن، وخصوصا أننا نعيش في هذه الدورة توقيع اتفاقية ديال واحد الشخص طيب وهب لمدينة أزمور بقعة أرضية وغيبنيها على نفقته، وغادي تكون دار الملحون مدينة أزمور. هذا الفن الآن كيوصل أنه يمكننا نلقنوه وندرسوه الأجيال، وخصوصا أننا كنعرفوا مدينة أزمور هي مدينة صريخية ضاربة في عمق التاريخ، وكانوا أشياخ ديال الملحون لا من شعراء ولا من منشدين اللي مروا من هنا. معكم الفنانة والأستاذة بيان بالعياشي، أستاذة التربية الموسيقية وفنانة في اللون التراثي المغربي بالخصوص الطرب الغرناطي. أنا جيت فرحة بتواجدي في السهرة الختامية لملتقى أولى مهرجان ملحونيات. كنمثل في هذه الدورة، كنمثل فيها التراث اللون اللي كان في المنطقة الشرقية بالخصوص مدينة وجدة هو التراث الغرناطي، وسعيدة لأنني تواجدت هنا بين أناس اللي كيمثلوا التراث من جميع هناك
تطبع كثيرة، كاين الأندلسي، الملحون، المالوف، كاين الشقيقة الجزائر اللي هي حاضرة. ما نكون إلا سعيدة، وكتكون سي اون رونكونتر اوسي افيك دوطخ بيغسان، سي ان ايشانج كولتوغال الحمد لله. وكنشكر المنظمين اللي قاموا على هاد التظاهرة هادي، وكنتمنى أنها ما تكونش المشاركة الأخيرة ديالي إن شاء الله. العيساوي طبعا يؤدد أكبر الليالي العيساوية بالحواضر بحواضر الفن العيساوي، بالخصوص مدينة فاس ومكناس، من الأصوات الجميلة الطروبة. كل سنة هناك مواد جديدة وضيوف جداد على كيجيو لمدينة أزمور وجديدة. طبعا هناك دائما عملية بحث لتقديم الأجود والأجمل. هذه السنة للأسف ما تبعتوش من البداية، لكن يعني من خلال اللائحة اللي قريت هناك أسماء وازنة وجميلة شاركت في هذه الدورة. ثاني شيء حضور يعني هنا الموسيقى المغاربية، حضور الجزائر وتونس ومشاركتهم في مهرجان ملحونيات ككل سنة تقريبا. طبعا هما أشقاء وضيوف قرابين للقلب، لأننا نقتسم إرث ثقافي واحد. فككل سنة تنسعدوا باستمرارية هذا المهرجان، ويعني إمكانية ديال أننا عندنا حلم أنه يبقى مستمر دائما ويعيش أطول مدة، لأنه فعلا الملحون محتاج لهذا النوع من المهرجان باش يقوم بهذا الدور أنه الفنانين يتواصلوا فيما بعضهم البعض. يمكن دائما من خلال هذه التجارب تتخلق مشاريع، تتخلق أفكار جديدة ممكن يشتغل عليها الفنان. فنتمنى أنه ملحونيات يعيش مدة طويلة، ونتمنى أنه في أغلب مدن المغربية تخلق لنا مهرجانات من هذا النوع، لأنه إحنا عندنا إرث ثقافي غني ومتنوع، وعندنا موسيقيين وعندنا أساتذة كبار في الإنشاد، وعندنا يعني في الإيقاع في العزف لنا أساتذة يعني عندهم كفاءة عالية. ما كينقصنا غير التظاهرات واللحظات اللي ممكن نلتقي فيها، ونتمنى إن شاء الله خير، الخير أمام دائما. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.